هي سيري، قول يحيى. Calling يا بونجور يحيى. أهلا أنا فريدة. سافا؟ أنت زعلان مني ولا إيه؟ لا أبدا من زعلان. لا لو ما زعلتش مني أنا أزعل منك خالص، أبقى كده مش مهم عندك. والله يا فريدة مش عارف أقولك إيه. يحيى أنا مقدرة اللي أنت بتعمله علشاني، بس اللي بينرفزني منكم كلكم إن أنتوا كلكم بتكدبوني وبتقولوا إن أنا بقول أي كلام وفي الآخر كلامي بيطلع صح. خلاص يا فريدة، أنت كلامك كله صح وأنا كلامي كله غلط. طب انت فاكر انا كنت جايبه كام في الثانويه العامه وانت كنت جايب كام؟ انا كنت علمي وانت كنت ادبي. ها؟ الو؟ ايوه فريده. ايه انت رحت فين؟ انا بهزر معاك. بهزر يا اخي، ما تزعلش، انت طول عمرك قلبك طيب، حقك عليا. انت عارفه ان انا ما بزعلش منك، انا لو زعلت من الدنيا كلها ما اقدرش ازعل منك. طب بتنرفزني ليه على طول؟ على طول بتنرفزني. ازيك يا انسه شريف؟ ازيك يا صدفه؟ اوكي يحيى داكور ارفوار. ازيك يا ديدي؟ صدفه انا اهو. فضي الشنط ورجعي كل حاجه مكانها. يا دي النيله عليا، هو انا ليا صحتي في الشارع؟ هو قال لي فضي الشنطه؟ ده فضي الشنطه هو في ايه؟ اخرسي اخرسي، مش لما تفهمي الاول ليه؟ انتوا كلكم فاكريني عشان بتكلم كلمتين فرنساوي ان انا مخي ده تافه. لا ده انا مخي يوزن بلد. هو ايه اللي حصل؟ لا اللي عمل الحادثه. مين؟ نصار. يخرب بيته. شفتوا؟ ايوه كنتوا بتشككوني في نفسي، كلكم قعدتوا تقولوا لي بيتهيألك، يمكن حادث عارض. لا مش عارض، اهو طلع كلامي كله صح. طب ومين اللي قالك ان هو؟ يحيى اللي قال لي ان هو. يحيى قال لي انهم طلبوه في النيابه وما راحش وهرب من البوليس. طب يعمل كده ليه؟ يبقى اكيد هو، ما هو مش لو هو اللي عاملها ما كانش هرب، لكن اللي على راسه بطحه بيطبل عليها بيحسس عليها ايا كان. ايه فجاه بقيتي لغه عربيه؟ بصي بقى، انا لو شفت قدامي دلوقتي انا هضربه بالنار او همسك في زماره رقبته، انا مش عارفه هعمل ايه. انا كنت ابتديت اشك في نفسي والله. وكمان يحيى قال لي ما ارجعش البيت دلوقتي خالص. ايوه طبعا معاه حق، دول عالم قتالين قتل. ده كده مش بعيد الوليه مراته دي تجيب لنا نسوان يمسكونا يعجونا في الشقه. يعجونا في الشقه يعني ايه؟ يعني يطحنونا ضرب وانت مش هتستحملي. يحجونا؟ يعني ممكن يخشوا علينا الشقه ويضربونا؟ طبعا. لا 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 انا قاعده عندك هنا، انا اخاف يعجونا. لا طبعا يا ديدي، ده انا مبسوطه ان ده من حسن حظي انك تقعدي عندي. روحي فدي الشنطه، روحي روحي. حاضر امر لله. انت عارفة انا هقوم بقى اغير هدومي عشان ارتحت قوي انهم مسكوا نصار. طيب يا حبيبتي. اساعدك يا ديدي؟ اطلبي الغداء، انا عازماكم النهارده. حاضر يا حبيبتي.